ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وناكل على خلق عظيم، صدق الله العظيم. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تقتدي ببشر على وجه الأرض فعليك الاقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، في الأفعال، في الحكم، في مباشرة أموره، في تعاملاته مع زوجاته، في كل أمور الحياة. لو إحنا أردنا أن نضعها في نصابها الصحيح علينا الاقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فقرتنا النهاردة بتحمل عنوان كيفية الاقتداء بأخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإحنا خلاص يعني كام يوم وهنحتفل بذكرى ميلادي عليه أفضل الصلاة والسلام، كل عام وحضراتكم بألف خير والمسلمين في جميع بقاع الأرض بألف صحة وسلامة. العصر اللي إحنا بنشوفه دلوقتي أو بنعيشه حاليا للأسف بتختفي أو بتندثر في بشكل كبير هذه الأخلاقيات في التعاملات في كل أمور الحياة. إزاي نقدر نعيدها، نعيد الأمور لنصابها الصحيح لمكانتها؟ إزاي كل من أولياء الأمور يزرع داخل أبنائه منذ الطفولة الاقتداء بالرسول الكريم في كافة الأفعال وكافة أمور الحياة؟ ده اللي هنحاول نقاشه في هذه الفقرة بشكل كبير جدا، فقرة إن شاء الله تكون مفيدة لحضراتكم مع فضيلة الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ أحمد مدكور. أهلا بك. أهلا ومرحبا بك، تحياتي لحضرتك. وكل عام وأنتم بخير، والأسرة الكريمة وأسرة البرنامج وكل الشعب المصري والأمة الإسلامية بأكملها إن شاء الله. ربنا يبارك فيك، كل عام وأنتم بألف خير يا فندم. في البداية، بما نصف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتحديدا في أخلاقه؟ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، صل يا رب وسلم على هذا النبي الأمي الخاتم الأعظم الكريم وعلى كل من سلك نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا يا ربنا في زمرته وتحت لوائه يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، بداية أستاذ عاصم، يعني التحية الطيبة مني إليك وإلى أسرة البرنامج وإلى الشعب المصري وإلى كل الأمة الإسلامية باقتراب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في جملة من حديثه الصحيح صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما أقول للسادة المشاهدين إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأخلاق جديدة للمجتمع في عهد النبي، في عهد الصحابة، في عهد التابعين، في عهد حتى وقتنا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سيدنا النبي قال في هذا الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك أستاذ عاصم، يعني يرى بيننا، تلاقي يقول لك إيه ده فلان، ده فعلا مربي ابنه تربية ما شاء الله. صحيح. أنا أتمنى أن يكون ولدي مثل هذا الرجل أو مثل هذا الشاب. لماذا؟ لأنه ربى ولده على الأخلاق الطيبة الصحيحة. صحيح. التي اقتبسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. سألوا السيدة عائشة: طب ده أقرب الناس إلى رسول الله من زوجاته. قالوا: كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إزاي النبي بيتعامل معاكم، أو إزاي النبي يعني يختلط بكم، أو يعني كيف يقيم الأخلاقيات في بيته صلى الله عليه وسلم؟ قالت كلمة عجيبة قوي، ونحن عايزين كلنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. عايزين لما نقول في رسالة كده الرسول قدوتنا، يبقى الرسول فعلا قدوة لنا صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. إن إحنا عايزين مش بنقرأ قرآن من الصفحة للصفحة. صحيح. أو بنقرأ آيات كده وخلاص، لا. شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم تعبر عنه في بشاشة من الوجه صلى الله عليه وسلم، فتقول: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. النبي يكمل بقى يقول لي بقى: أنا الأستاذ عاصم عايز يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أسرة البرنامج وكل اللي بيسمعنا دلوقتي من مصر وخارج مصر. عايزين يكونوا في حوض سيدنا النبي وفي حوض النبي، ويتزاحمون على المصطفى صلى الله عليه وسلم. يوم نعمل إيه بقى؟ نكمل الجزء اللي إحنا غايبين عنه، هو جزء الأخلاقيات. الاثنين يكتملوا ويكونوا حتة واحدة. شوف سيدك النبي قال للصحابة إيه بقى؟ قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. اللي هيبقى جنب النبي، رجله برجل النبي، وإيده بإيد النبي، وجنب النبي، وحيشرب من إيد النبي صلى الله عليه وسلم، وحيقول لرسول الله: اسقني من يدك الشريفة شربة لا أظمأ بعدها أبدا. بيه بقى؟ بالابتسامة الطيبة. بيه بقى؟ بالصلاة في خشوع. بيه بقى؟ إن أنا أحب جاري، إن لما يجي لي حد يتجوز بنتي ما غاليش عليه في المهر، ده أخلاق النبي. إن أنا لما بختار لبنتي بختار حد صاحب خلق ودين. إن أنا لما بتعامل مع الناس بتعامل بمبدأ خلق النبي صلى الله عليه وسلم. اللي قال عليه حبيبنا النبي، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأكد وقال: أقربكم مني مجلسا، اللي هيقعد جنبي معايا يوم القيامة، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. تعال ندور بقى النهاردة ونشوف بقى أنا مولد النبي عامل معايا إيه. مولد النبي لا باكل حلاوة
ولا بعض الناس في القرى ولا قليل بتسميه ده موسم وده احنا خلاص بكره مولد النبي. طب انا احتفلت ايه بالنبي؟ بعض الناس يقول لك الاحتفال بالنبي هذا امر خاطئ، لكن انا مش بحتفل، انا بحيي واحيي في قلبي وفي اسرتي وفي المجتمع ذكرى مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب بحيي بيه يا استاذ عاصم، بحييها ان انا اقتدي بسيدنا النبي. صحيح. اللي ربنا اكد وقال واقول دايما للساده المشاهدين، شوف نقرا قول الله عز وجل لقد كان لكم، لمين بقى؟ للصحابه، لاتباع النبي، اللي كل من عاصره سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله، مين بقى؟ اسوه حسنه. من حلقتنا النهارده الاسوه الطيبه، ان انا عايز اطلع بمولد النبي اللي جاي بعد اسبوع ولا بعد اربع ايام. صحيح، قدوة جميلة، قدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمين بقى يا رب؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى ثلاث حاجات أنا برجو ربنا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أدخل الجنة بحسن أخلاقي من النبي صلى الله عليه وسلم، بتعامل زي ما كان النبي بيتعامل، ببتسم زي ما كان النبي ببتسم، بمشي مع الناس بالرحمة والمودة زي ما كان بيتعامل حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب بعض الناس يا استاذ عاصم يقول لي ايه بقى؟ والساده المشاهدين اللي بيسمعونا دلوقتي يقولوا ان يا عم الشيخ ده عهد النبي كان عهد، ودلوقتي احنا في زمن يعني الاخ بيكره اخوه. للاسف للاسف، وممكن متربيين زي بيقولوا على ترابيزه واحده وعلى سفره واحده وعلى مكان واحد وكما يقال رضيع من ثدي واحد، لكن الاخ بيكره اخوه، بيفضل نفسه على اخوه. للاسف. عايزين نقول بقى شوف النبي اكمل الناس ايمانا. نعم. عايز تكمل خلقك مع النبي وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحب النبي وتشتاق وتشتاق للنبي، خد من كلام سيدك النبي كمل نفسك بالأخلاقيات. أكمل الناس إيمانا يوم القيامة، شو الشرط؟ أحاسنهم أخلاقا. وهنا هسأل حضرتك فضيلة الشيخ، الأخلاق هي زي ما بيقولوا كده كلمة السر في انعدال المجتمع. نعم. واصطلاحي بشكل كبير جدا. نعم. أهمية الأخلاق وكيف نرجع لأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في تعاملاته مع الصحابة، في تعاملاته في الحكم، في تعاملاته مع زوجاتي وآل بيتي بشكل عام، حتى نستطيع أن ننقل هذه القدوة الحسنة لكل أسرة مصرية للأسف تفتقر لأصول الأخلاق، وتحديدا في التربية، أو الزوج مع زوجته، الأب مع أبنائه، الابن مع أصدقائه، وكل ما شابه هذه الأمور. نعم. تعال نشوف كده من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبسطها واحدة واحدة، وارجو يعني كل ما نذكر سيدنا النبي كل اللي بيسمعنا صلى على حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. تخيل الاستاذ عاصم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. نعم. نبدا من البيت ونخرج من بيت النبي الى المجتمع. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته صلى الله عليه وسلم كان يخسف نعله. نعم. ويرقع ثوبه ويخدم اهله، وكان لا يرد لهم طلبا. تعال لما تروح السوق زوجتك تقول لك وانت جاي هات لي معاك كيلو فاكهه، او انت عدى على البقال اشتري كذا، او على السوبر ماركت هات كذا، تبقى متكبر. ياه وانا هشيل لها يا بنت مين؟ هي نسيت نفسها. ده انا فلان ازاي يعني؟ خد من سيدك النبي قدوه صلى الله عليه وسلم. مش عيب انك تخدم زوجتك، ممكن تدخل عليها بالبسمه والفرحه من مين؟ من سيدك النبي اللي قال كان يرقع ثوبه، كان بيخيط جلابيته بايده صلى الله عليه وسلم، ويخسف نعله زي بيقولوا يلمع جزمته او يخسفها ويظبطها، وسيدك النبي يفعل، وكان في خدمة أهله، كان بيكنس وبيمسح ويطبخ ويساعد. قدوة بمين؟ اللي قالت عليه السيدة عائشة كان قرآنا يمشي على الأرض. يا الله. طب تخيل ده النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته السيدة عائشة كذلك، يا رسول الله هون عليك نفسك، طب ما كان في خدمة بيته. ورغم ذلك قبل أن يقوم من النوم، حتى وهو بيقوم الليل يا أستاذ عاصم السادة المشاهدين، كان النبي يقوم على الفراش يرفع الغطاء واحدة واحدة. آه. وينزل من على فرشته حتى لا يقلق زوجته من المنام. نعم. إيه الأخلاقيات دي؟ هذا الرسول الذي خاض العالم كله شرقا وغربا صلى الله عليه وسلم. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سيدنا أسامة خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أعوام. خدمت النبي 10 سنين. تخيل كده لو عندك جارية أو شغالة خدمتك، ممكن ايه ما عملتيش دي ليه؟ طب عليت صوتك عليها، طب كده، هذه انسانه لها لحم ودم تعيش وتاكل وتشرب، مش عشان انا بديها مرتب. صحيح. او انا عندي موظفين بعطيهم مرتب اخر الشهر ان انا يعني اكدرهم او اعاقبهم. لكن خذ النبي قدوه صلى الله عليه وسلم. شوف النبي ماذا يفعل، يقول خدمت رسول الله 10 أعوام. الله. فما قال لي كلمه اف قط. الله. مش بس كده، ولا قال لي لما فعلت هذا ولم تفعل هذا. صحيح. انت ما عملتش دي ليه؟ ما حطيتش دي هنا وما حطيتش دي هنا ليه؟ لم يفعل ولم يقل هذا،
وإذا نظرت إلى رسول الله نظرته مبتسما. الله. في العشر سنين الله. ما شفتش رسول الله غضبان أبدا، ولا يقول الصحابة لم ننظر إلى رسول الله إلا وقت أن يغضب لله عز وجل، تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه غضبة لله سبحانه وتعالى. طب مش بس كده، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بقى، تيجي نخرج بقى بجزء بسيط من أخلاق سيدنا النبي، نخرج إلى المجتمع. سيدنا النبي يمشي يوم العيد صلى الله عليه وسلم، وأنا بقول من هذا الأمر مش الخروج يوم العيد إنها نصاب عيد، لكن كل لحظة بتعدى على المجتمع من أخلاق سيدنا النبي وبيتعامل مع المجتمع وينقل أسلوب النبي هي عيد. ليس الإسلام بزبيبة في الوجه، صحيح، وليس الإسلام بلحية ولا بتقصير الثوب ولا بنقاب أو منتقبة، لكن أنا بانتقابي أو أنا بلحيتي أو بابتسامتي بنقل صورة عن الإسلام. صحيح. بعض الناس يقول لك شوف دول المشايخ يا عم، أدول دول الطائفة ودول الطائفة، لكن أنا عايز أقول تمييز هذا عن ذاك بالأخلاقيات الطيبة. صحيح. كثير من الناس يعني محجبات غير منتقبات، لكن المحجبات أفضل من المنتقبات الآن. كثير ممن لا يطلقون لحيتهم أفضل ممن يلتحون، وأنا لا أعيب عليهم حتى لا يأخذ البعض علينا بالخطأ، لكن أنا عايز أقول إننا ننقل صورة الإسلام الصحيحة التي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف النبي يمشي فرأى صبيا قال له تعال إلي، لماذا لا أراك تلعب مع من معك من إخوانك، كيفك ما بتلعبش مع زميلك وأصدقائك لي صلى الله عليه وسلم. قال يعني مات أبي، وبعد وفاة أبي تزوجت أمي برجل آخر. حال الدنيا بيحصل كتير مع الناس. صحيح. وتزوجت أمي برجل آخر وتركتني وحيدا أعبث في الدنيا، انشغلت مع جوزها وسابتني لوحدي. قال أترضى أن يكون محمد لك أبا؟ الله. النبي لما يبقى أنا معدي كده صاحب منصب وصاحب جاه. صحيح. ولاي واحد يتيم أضمه لبيتي زي النبي ما كان بيتعامل. عايزين نرجع الغني يدي للفقير حقه. صحيح. واللي بياكل حق شايفه ما بيلعبش مع زمايله، مع زمايله بيشحت ولا مش قادر ياكل يا عيني، ولا مريض زي ما احنا بنشوف هذه. نعم. المناظر والمشاهد في الشوارع وفي الطرقات، وللاسف هناك يعني كم لا مبالاه للاسف. يعني احنا بنلوم على هذه الناس، لازم يكون كل واحد كده جواه جانب من الرفقه والشفقه تجاه هؤلاء الاطفال. يعني تحديدا شايف الدور الايجابي اللي احنا ممكن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتحديدا في مثل هذه الجزئيات والاخلاقيات في التعامل مع الاطفال. وحضرتك تعلم ان هناك الكثير من اولياء الامور اذا اراد الطفل ان يسال شيئا يرد عليه ب يعني بشيء بحاله من الجمود، دون ان يفيده، دون ان يتصافح معه، دون ان يتحدث معه بشيء من الصداقه. يعني كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصادق يعني اصحابه؟ كيف كان يتعامل مع الاطفال؟ كيف كان يتعامل مع السيدات برقه ولين وبلطف؟ واحنا بنفتقدها بشكل كبير جدا في التعاملات دي. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب نموذجا في هذا الامر بعد ان انتهينا من هذه القصه. شوف تخيل لو بتحصل في عهدنا، وانا اقول دايما للخطباء خلينا نضرب مثل على الخطباء ونحن منهم. لو انا خطيب طلعت المنبر واخدت ابني ولا بنتي معايا على المنبر، هتلاقي المسجد ايه ده؟ ايه اللي الشيخ بيعمله ده؟ ايه الجنون ده؟ واخد ابنك معاك خلاص. لكن شوف سيدنا النبي يصعد درجات المنبر. نعم. صلى الله عليه وسلم ده نموذج من التربيه عند الطفل. نعم. يصعد اولى درجات المنبر صلى الله عليه وسلم. واذ بالحسن والحسين يصعدا الى المنبر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقبلهما النبي صلى الله عليه وسلم ويمسح على راسهما ابتسامه. بيعلمك حسن الاخلاقيات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني ان سيدنا النبي كان يعني في بيته يطأطئ ظهره ليركب الحسن والحسين ويلعبهم وضحكهم كده، ويدخل عليه رجل فيرى النبي يركب الحسن والحسين يتشقلب عليه شمال ويمين، والرسول يطأطئ ظهره ويضحكهم ويلعبهم. فيقول له رجل من الأعراب يا رسول الله ما رأيت أحدا يفعل هكذا، ده أنت النبي أتفعل هذا الأمر؟ أنا بقول لك أنت أب، ليه ما تضحكش ابنك؟ ليه ما تضحكش مع زوجتك؟ هو ضحكك مع زوجتك بيقلل من قيمتك، بالعكس بل يكسب عندها الحب والود والرحمة. ومهما كانت ضغوط الحياة والظروف يا فندم، ده مش سبب إن احنا خلينا كده يبقى وشنا عابس يعني مع أهل بيتنا. النبي نهى عن ذلك. شوف تخيل أقوله 10 أعوام صبي صغير يقول لك خدمت النبي ما شفتوش يوم يعني مغبر الوجه، رأيته مبتسمة. 10 سنين لاحظته ما لقيتوش في مرة كان مكشر وشه ولا في مرة عامل 111 ولا، لكن كان مبتسما صلى الله عليه وسلم. النبي فدخل عليه هذا الرجل وقال إن لي 10 من الأولاد. هذا العربي يقول عندي 10 من الأولاد، والله يا رسول الله ما قبلت واحدا منهم، عندي 10 عمر ما بست واحد فيهم ولا عمر ترأفت عليه برحمة ولا بشفقة. النبي قال له بقى
قال إنها رحمة يوضعها الله في قلب من يشاء من أمته. نعم. ربنا قال له بقى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدنا النبي يمر في الطريق ولا يعني لأحد الصحابة لي أخ صغير كده، شوف تربية الطفل. وإذ بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لهذا الطفل الصغير عنده عصفور، عنده لعبة صغيرة كده، صحيح، فكان يقول له يعني وقد كان هذا العصفور مريضا، تخيل الرحمة والشفقة. يقول النبي يا أبا عمير ما حال عصفورك النغير، كل يوم كده يضحكوا ويلعبوا، يقول له يعني لعبتك عاملة إيه، نصلح حالك. فهذا على سبيل المثال. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يتربى ويربي الصحابة معه صلى الله عليه وسلم، حينما قال أدبني ربي فأحسن تأديبي ورباني فأحسن تربيتي، صحيح، صلى الله عليه وسلم. فأنا دايما بقول المعاملة الطيبة، المعاملة الحسنة من قدوة النبي. لو أنا عملت كل ده بقى كنت فين؟ اقرأ معي قول الله عز وجل بعد ما نصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله، هو أنا أخلاقياتي مش طاعة؟ صحيح. إن ننشر الأخلاقيات مودة ورحمة مش دي طاعة؟ صحيح. ومن يطع الله والرسول، بتعامل مع زوجتي طاعة لله وللرسول. نعم. بتعامل مع المجتمع طاعة لله وللرسول. حقيقة. وإن سبك الناس وإن شتمك، صحيح، خذ من النبي قدوة صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ماليش دعوة بقى بالناس اللي شتمتني أو أذتني، صحيح، أو سبتني في شيء. نعم. لكن أنا أكون مع الخصلة اللي ربنا وضعها والصفات، صحيح، اللي أنا حفوز بها مع سيدنا النبي. نعم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. كأن أخويا لما يقطعني ما يصنيش، أكون مع النبيين فعلا. مش أنت بتعمل لله؟ صحيح. مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. يبقى بحسن القوت مع مين؟ مع سيدنا النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. عليه. إن أنا الزوج لما بيعامل زوجته مودة طيبة مع مين؟ مع أخلاقيات النبي. طيب. يحشر مع هؤلاء الصنف من الثلاثة. إن أنا لما يجي العريس لبنتي ما ادوش فرصة يوم واثنين وأقول له لا أصلا أنت تزمت معايا بموعد وخلفت الموعد، لا، صحيح، أنا عايزك اديله براح. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يمكن أنا كنت حضرت مشكلة من فترة قصيرة، إن أحد الرجال يعني تشبث على خطيبة ابنته، قال يعني قلت لي في شهر كذا هذا هو آخري. يا أخي ترقب بالناس. أنت خلاص الراجل يعني قال لك شهر 12، فعد شهر 12، لماذا لم تعطيه السماح؟ صحيح. يعني يسروا ولا تعسروا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر. فأنا يعني أريد أن نتمسك من هذا الخلق. نعم. ومن أخلاقيات النبي حسن التعامل بالمودة والرحمة، كما قال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة. بعد ذكر كل هذه مكارم الأخلاق التي كانت تصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن يتحلى بها المرء فينا. نعم. إيه النصايح اللي احنا ممكن نقدمها لكل واحد لسه ما بيكلمش والده، لكل أخ لسه مخاصم أخوه، نعم، لكل صديق ما بيكلمش صديقه، نعم، لكل زوج مخاصم مراته، لكل أب مقاطع ابنه، نعم، إيه النصايح، إيه الحلول، إيه الدواء اللي احنا ممكن نقدمه لهم من خلاله يقدروا يعودوا لمكارم الأخلاق الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذكر كل هذه الصفات، نعم، الجميلة يا فندم؟ أنا أقول هذه يعني روشتة علاجية بالزبط لكل المجتمع. نعم. هناخد من سيدنا النبي موقف من الرحمة. مم. وناخد من سيدنا النبي موقف من العفو. وناخد من سيدنا النبي موقف لجملة الأخلاق. لما أتى إليه الأعرابي في شدة وفي غلظة وقال هذان جملان احمل لي ما أشاء عليهما، ومسك من تلابيب ثوبه وقال يا محمد اعطني من بيت المال. نعم. ليس هذا المال مالك ولا مال أبيك. تخيل الكلمة، شوف روشتة العلاجية للنبي أصدرها له. قال أعطني من بيت المال ليس مالك ولا مال أبيك. شوف سيدنا النبي ماذا قال له. قال قم يا فلان وقم يا فلان من الصحابة واحمل ما يشاء له على بعير، ادي اللي هو محتاجه. ثم قال له هذا الرجل علمت العرب عنك ثلاثة خصال فأدركت اثنتين وبقي لهما واحدة لم تدركها. قال وما هي يا عربي؟ قال علمت أنك نبي لا تقابل السيئة بالسيئة. تخيل دي واحدة بس. أنا عايز الروشتة العلاجية. كثير من المشاكل أستاذ عاصم وبعض السادة اللي بيسمعونا دلوقتي وبيشوفونا، المشكلة عندنا عدم سلامة الصدر. لا إله إلا الله. حمل الإحقاد. إن أنا أخويا شتمني، ليه ما أصفحش وأعفو؟ أخويا من صلبي، من الرحم، أخويا من جيراني، أخويا من مجتمعي، من زميلي في العمل، أيا كان تربطني بهم صلة يعني يشهد مع لا إله إلا الله. فأنا دايما بقول إن هنا كظم الغيظ والعفو والتصافح. شوف ربنا بيقول لي بقى
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. لمين بقى؟ وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. دي رشدة الثلاثة بقى. نعم. مربوطة بأخلاق سيدنا النبي بميلاده صلى الله عليه وسلم. والكاظمين الغيظ. نعم. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طب الثلاثة لمين بقى؟ اللي هترتبط بيهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الثلاث حاجات كظمت الغيظ. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظا وهو قادر على نفاذه، قادر بقى ان هو بيتك حقه بايده ببلطجه بايا كان بياخد حقه. وهو قادر على نفاذه ناداه الله يوم القيامه ندخل الجنه من اي الابواب تحب ان تدخل. لما تصفح عمن اساء اليك وعمن سابك وعمن شتمك الله يغفر عن الكبائر، افلا تغفر؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. العفو عن الناس وان تعفو عند المقدره. لما رجع من فتح مكه قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ انت هتيجي في الاساءه والسحر والكذب والجنون ورمي سل الجزور على جسد المصطفى مثل ما فعل مع النبي؟ لم يفعل معك احد هكذا. لكن سيدنا النبي قال فقد عفوت عنكم اذهبوا فانتم الطلقاء. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يوم القيامه تدخل الجنه. ان كل واحد النهارده بيتعلم من ميلاد النبي يعفو ويغفر ويصفح. نعم. فيدخل الجنه فيقول يا رب لمن هذا القصر ولمن هذا المتاع؟ لمين ده يا رب؟ قال خذ بيد صاحبك اللي خصمت حماتها واللي خصم اخوه واللي فرقت بين الزوج وزوجته واللي عمل سحر لفلان واللي ضل لفلان عايز يتوب النهارده ميلاد سيدنا النبي بيغفر. صحيح. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ شوف الايه القرانيه بتقول هكذا، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ صحيح. بميلاد سيدنا النبي عايز ربنا يغفر لك؟ نعم يا رب، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. وادخل الجنة فيقول يا رب لمن هذا؟ قال لأنك قد عفوت عن أخيك المسلم في الدنيا فجزاء هذا في الآخرة. الله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نعم. سيدنا النبي كان له جار يهودي رشدت. نعم. بقى كل يوم يرمي عليه القاذورات ويرمي كذا. شوف النبي يذهب لزيارته وهو مريض. من النهاردة بيعمل كذا؟ صحيح. لو لقى جارك عامل كذا يروح يشتكي على طول بمحضر وكذا. احلام يفعل النبي هكذا. صحيح. لكن اخلاقياته صلى الله. صحيح. عليه وسلم من المحبه التي نشرها الرسول صلى الله عليه وسلم موقف كان احد الصحابه يعني خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو احد يعني يصلي العصر فلم يلقي السلام عليه، فبعد صلاه العصر الرسول بيساله بيقول له انت ليه ما القيتش السلام عليا؟ فقال له الم تقل يا رسول الله من يبادر بالسلام له قصران في الجنه؟ نعم. المحبة وصلت لهذه الدرجة. نعم. قص على ذلك في هذا العصر حينما يجد الأخ وأخيه الميراث من أبيه يتصارع كل منهم عن الآخر أن يأخذ الأكثر. نعم. المقارنة البسيطة اللي أنا طرحتها في سؤالي مع حضرتك فضيلة الشيخ، إزاي نقدر نوازنها وإزاي نقدر نعادلها ونشوف العصر اللي كان مليان بالمحبة والأخلاق. نعم. وكل الصفات الجميلة نعيدها إزاي في هذا العصر وتحديدا مع الأهل اللي هم للاسف ما بقاش يعني الوضع زي ما كان قبل كده. نعم. هذه النقطة يعني يقع فيها كثير من الناس. نعم. ان ممكن على لحظة ميراث بسيط لما يمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فيقول على عفوا على جيفة انا عايز اعرف ان الدنيا الميراث عمره ما بيفترق بين اخ واخيه. صحيح. الدنيا زائلة. نعم. كما يقال يعني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليها فيقول قال يعني انظر لهذه الجيفة، رأى الرجل قال ما انتنها من جيفة. لكن سيدنا النبي قال ما ابيض اسنانها. شوف الدنيا يعني بص انت ترى انظر الى الجيفه لكن النبي يقول ما اجمل اسنانها، انظر الى بياض الاسنان في الجيفه. اراد النبي ان يجعلك ان تاخذ من الدنيا ما ينفعك للاخره. من ظلمك او من اخذ ميراثك او من اخذ حقك عليك ان تقول فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله عز وجل ينصر دعوة المظلوم وإن كانت من كافر. فإن ظلمك الناس أو سابك أحد أو شاتمك فلتقل حسبي الله ونعم الوكيل فيه، أو تسامحه إن كان قد ظلمك واشتد بك الظلم، والله عز وجل سيعود لك بحقك بعد سنة، بعد اثنين، بعد عشرة، بعد عشرين، ربما تموت، لكن أولادك وزوجتك يرون حقك قد رجع إليهم. ورأينا ذلك في قصص من المجتمع، لكن أنا عايز أقول دايماً لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله. أنا عايز دايما أقول أن الأخ يعني دايما بالمثل العام يقولك أول ما بيعطر في صبعه الأخ. فأنا عايز هذه الكلمة تقال. نعم. إحنا دايما يعني أبائنا وأمهاتنا في القرى وفي غيرها يرددون هذه الكلمة. أنا عايز أقولها فعلا حق.
فطرة الله التي فطر الناس عليها. صحيح. هذه فطرة الأخوة. قديما كان يعني الأم يعني تقول اذهب إلى جارتنا فلان وأعطيها من الحلوى، وإزاي إن الطبق يروح ويرجع فاضي، هذه يعني كانت تقال عيب عليهم. إن أنا يعني أبعت لها طبق من الطبيخ أو من الحلوى أو من كذا أو من كذا أو من أرغفة العيش، وإزاي يرجع لي فاضي. قديما كنا نرى هذه بالفطرة. صحيح. الآن قد يعني كان قد يأخذ الأخوة كياس الفاكهة، وربما يجلس أباه في الطابق الأرضي أو في الدور الثاني أو في الثالث، ويذهب الرجل يتحسس خلف ظهره حتى لا يراه أباه ولا تراه أمه، ويحرمون من هذا حتى يمتع الزوجة ويمتع الأولاد. افتقدنا هذا بسبب غياب الأخلاقيات. افتقدنا هذا بسبب غياب القدوة من سيدنا النبي ومن أخلاقياته. النبي اللي بشر عليك من 1480 سنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: اشتقت لأحبابي. الله، ازاي النبي مشتاق لك وانت مش مشتاق للنبي؟ مخصم اخوك، خصم ابوك وامك علشان ميراث، يقول لك اصلا انا اللي جوزت نفسي يا عم الشيخ. صحيح. اصل والدي عزني، ادى اخويا مش عارف اللي شقه كذا وحرمني، وقال لي انت موظف واخوك ماليش، حرم ادى اخويا من الارض وما ادانيش. نعم. كل ذلك يعني الله عز وجل سيرد لك بالحق واكثر. طبعا. واكثر. هو اخذ المال لكن سيعطيك الصحه. تمام. ندع منه الصحة لكن سيعطيك العافية. صحيح. أعطاه الهم بالمال لكن. نعم. ندع منك الهم، عوضك بشيء آخر يعني. ما هو كله. نعم. أرزاق. صحيح. لكن إن كان أعطاك المال وزخرفت لك الدنيا. صحيح. لكن أعطاك هم المال. صصحيح. أخاك الذي حرم من الميراث أو أختك التي حرمت من الميراث. نعم. أعطاها الله عز وجل بركة لها في الزوج في المعاملة. صحيح. أعطاها لك أولاد، ممكن أولاده في مرحلة الجامعة. أولادك في غير مرحلة الجامعة كلهم فشلة. صحيح. لكن أعطاك المال. تمام. نزع منك ما نزعه من الآخر لكن عوضك ببركة في ذلك. تمام. ولذلك شوف سيدنا النبي أراد أن يعلمنا هذا: اشتقت لأحبابي. تمام. طيب أكمل هذا الحديث. اتفضل اتفضل. اشتقت لأحبابي. نعم. فقالوا: أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ الصحابة زعلوا بقى، سيدنا عمر وعثمان وعلي وكبار كبار الصحابة رضوان الله عليهم. قالوا: يا رسول الله أولسنا أحبابك؟ نعم. من كده يعني النبي يقول له: صحيح. أنت حبيب إلى قلبي. لو قلنا بقى الأستاذ عاصم أنت يا شيخ أحمد حبيب إلى قلبي. الله. فما أجملها من لحظة. لكن سيدنا النبي يقول لك في عهدنا هذا، عصر الفتن وعصر كل ما فيه من تقدم. صحيح. وفساد وغيره، يقول أحباب. النبي اشتقت إليك. فقال الصحابة: أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال أنت. بقول للسادة المشاهدين شوف النبي بيقول لك أنت حبيب لقلبي. قالوا: أولسنا أحبابك؟ قال: أنتم أصحابي. نعم. لكن أحبابي من آمنوا بي ولم يروني. في تفسير لهذا الحديث في ظاهره يقول: أصحابي والفرق بينهما أحبابي، سيكون أجر الواحد منهم. كل اللي بيسمعنا دلوقتي وبصلى على سيدنا النبي هيكون أجره عند النبي وعند ربنا يوم القيامة. نعم. كأجر 50 من الصحابة. الله. أمثال عمر وعثمان وعلي وأبا بكر وكبار الصحابة وطلحة وأسامة بن زيد. تمام. ليه بقى؟ عشان بيرجع الحق لأهله. الله. النهاردة بميلاد سيدنا النبي وإحياء سنة النبي، وليس احتفال حتى لا يظن البعض. صحيح. بهذا خطأ. لكن احتفالنا بذكرى رسول الله وتجديد الميثاق. صحيح. مع رسول الله، واخذنا منه ميثاقا غليظا. نعم. ميثاق ان تثق وان تتخلق باخلاق النبي. لو انت واخد مال رجعه ايا كان. صحيح. بتحيي اخلاق النبي. لو كنت في شغل وسرقت رجع الحق اللي انت سرقته ايا كان. صحيح. لو انت ظلمت اخواتك في الميراث رجع لهم الحق النهارده. صحيح. لو انت ما كنتش بتعامل زوجتك بما يرضي الله عاملها النهارده بميلاد سيدنا النبي. نعم. لو انت مقصر في الصلاه النهارده ابدا طمانينه وخشوع. تمام. لو بقالك كم سنه ما بتصليش النهارده هبدا صفحه جديده بميلاد سيدنا النبي. عليه انا بالنبي انا هتخلق باخلاق النبي. نعم. اصوم زي النبي ما كان بيصوم. عليه اتعبد كما كان يتعبد النبي. طبعا. التزم كما كان يلتزم النبي. اكل زي ما كان بياكل سيدنا النبي. ابتسم زي ما كان يبتسم النبي. اعطي الحق لاهلي كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقى لنا 4 دقائق، في دقيقتين الاولين يا شيخ احمد عايز حضرتك نصيحه لكل من هو ناقم على حياته، مكتئب، يعني بيلقي اللوم على ظروف الحياه، على الحاله الاقتصاديه، على كل شيء ممكن يعرقل مسيره حياته. نقدر نقول له ايه؟ ازاي اقتدى بالرسول الكريم في مثل هذه الامور؟ من يفعل ذلك يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. شوف القدوة. أتى رجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حينما حصر في 3 أعوام في هذا الشعب اشتد بهم الجوع حتى أكل الصحابة أوراق الشجر. نعم. انظر يعني احنا في محنة الآن، نسأل الله أن يرفع راية مصر ويقوي جيشها وشعبها ورئيسها. نعم. انظر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني السلام. قال له: يا رسول الله، منذ 3 أيام لم أتذوق الطعام. نعم. بقى لي 3 أيام مش لاقي مية أشربها.
شوف انظر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، هذا الرجل في هذه الرواية، فكشف عن حجر. قال له يا رسول الله رابط حجر على بطني مش قادر من شدة الجوع. نعم. لكن سيدنا النبي كشف له عن بطني فوجد 3 أحجار. نعم. وشرب شربة ماء وقال هذا طعامي منذ 3 أيام. نعم. شربة مية. فاحنا بنقول احنا اللي بنحتكر كل حاجة. صحيح. واحنا اللي بنضيع كل حاجة. التاجر تروح الحاجة عنده يحتكرها يخزنها، وله عذاب أليم بين يدي الله سبحانه. صحيح. وتعالى. لكن احنا عايز اقول نتكاتف. يعني هذا شعب يعني اهبطوا مصر كما قال ربنا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. مصر بها الخيرات. صحيح. مصر بها أهل الفطرة. نعم. مصر بها أهل الأزهر. مصر بها أهل الدين. أهل المحبة ما بين كل طائفة من المسيحيين وغيرهم. نعم. والمسلمين كل في رباط وكل في عقيدة واحدة. كل يجمع على أن تكون مصر لها راية ولها دولة ذات شأن. نعم. وهذه المحن التي تمر بها مصر الآن إن كانت محن فتكون منح بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عالج ذلك، لكن عودا أن نصبر. قال ربنا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000. نعم. فنحن سنعيش إن كنا نعيش في ضيق. نعم. لكن نعيش بعد ذلك في فرج وفي هم. يا رب. وكل إنسان لا يبخل وتذكر. نعم. قول الله عز وجل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. ولا ننسى أن نرفع كف الضراعة في الأوقات التي استجاب فيها الدعاء. صحيح. أن ينصر الله عز وجل مصر وجيشها. اللهم ويقوي حاكمها إلا ما فيه الخير للمسلمين. اللهم والبيت. أمين رب العالمين. حاب أختم مع حضرتك يا إما بتهالي يا إما بدعاء، يعني الخيار لك يا فندم. أختم بدعاء إن شاء الله. بدعاء تفضل فضل الشيخ. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد في الأولين ولك الحمد بالآخرين ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل على الحبيب البشير النذير في كل مكان. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه يا الله. اللهم اجعل نبيك شافيا لنا بين يديك. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن يتممون مكارم الأخلاق. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أورضنا حوض نبيك. اللهم اسقنا من حوض الحبيب. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحبيب. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحبيب. اللهم أمنا في أوطاننا وارفع راية مصر يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع راية مصر أمام البلاد والعباد. اللهم ارفع راية مصر أمام البلاد. اللهم اغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم بدل سيئاتنا حسنات. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واشف أمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لكل من كان لهم فضل علينا. اللهم تقبل واستجب يا أكرم الأكرمين. اللهم أمين رب العالمين.
العالمين واخر دعوانا الحمد لله وشكرا لرب العالمين. انا بشكرك جدا فضيله الشيخ احمد مدكور الداعيه الاسلامي، شكرا ليك يا فندم، ودايما يعني بتشرفنا وبتنرنا بشكل كبير جدا وبتوضح لنا الطريق حتى نقترب بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. شكرا ليك يا فندم. بعد الفاصل مشاهدينا تلتقون مع زميلتي ما هو فقره هامه عن الزراعه بطريقه الاكوابونيك، وضيفها فيها الدكتور احمد توفيق مدير مشروع زراعه الاسطح واستاذ الاكوابونيك بمعمل مركز المناخ، فقره هامه جدا لكل المزارعين والفلاحين المهتمين بالقطاع الزراعي. اتمنى يا رب ان تتابعوا هذه الفقره بعد الفاصل. ترجعون مع زميلتي ما. مع السلامه.